لميس بليز روحي. ايه ده انا ما تقفلي يا البنت خليها تشرح لي. لميس لميس خلينا نحكي بس اسمعيني شوي. انا ما كنت عارفك انت فكرتك ميتة من سنة اللي عرفت. سنة ما قلت لك سنة انا ما بعرف انك انت بس اللي ما بدي لميس خليني شوي لميس البنت شوي 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 على البنت طلعي فيه معنا مباشرة من بيروت الفنانة ريان حركة. صباح الخير وأهلا وسهلا وسعيدين جدا بوجودك معنا. صباح الخير ريان وخلينا نبدأ بالحديث عن آخر أعمالك مسلسل للموت بالجزء الثاني. شفنا لقاء للمنتج جمال سنان لمح فيه لجزء ثالث من الموت، هل حتكوني مشاركة بهذا الجزء الجزء الثالث إذا صار يعني؟ أول شيء بونجور، تاني شيء نحن هلأ بعد ما في شيء مؤكد بخصوص الجزء الثالث من مسلسل للموت. أكيد إذا المنتج الأستاذ جمال سنان كان شايف إنه المسلسل بيتطلب أدوار معينة شخصيات معينة كانت شخصية لميس بالعمل حلوة أكيد رح كون مشاركة بالجزء الثالث، بس لهلأ بعد ما في شيء. نعم. أكيد. طيب هل برأيك في مشاركة الفنان بالمسلسلات اللي تكون أكثر من جزء هو شيء جيد أو تكرار لنفس الدور ويمكن الناس يعني حابين يشوفون الفنان بشخصية مختلفة، كيف تعملين مع هذا الموضوع؟ هلا أنا بالنسبة لي بلاقي إنه الأجزاء هي حصرا برمضان يعني، فدائما الفنان أو الممثل بيقدر يكون عم يعمل عمل تاني مش بس برمضان يعني يمكن قبل رمضان يكون عم بيسوي شيء، فنحن بنشوفه بنفس الشخصية برمضان، بس أنا يمكن بالنسبة لي شخصية لميس اللي لعبتها تغيرت بالجزء الثاني عن الجزء الأول، فأنا ما بلاقيها تكرار للشخصية، بالعكس أنا أمرار بحس الجمهور بيتعلق بالكاركتر فبحب يشوفها دائما. نعم. نعم. فبحس إنه it's something good يعني. دور لميس بمسلسل للموت كتير حبوه الجمهور وأنا كمان كتير حبيته، قدي قريبة شخصية ريان لشخصية لميس البنت الطيبة والبسيطة؟ شخصية لميس كتير بتشبه ريان بمحلات معينة يعني، أنا كتير حنونة يقال هيك مع أهلي وأصحابي، أنا حدا عاطفي جداً بس أنا أقوى منها للميس يعني، بهيدا المحل أنا مش حساسة قدها، يمكن قبل كنت هالقد حساسة وأزعل على أشياء معينة، بس أنا هلأ لا ما بعمل بريك داونز فجأة، ما بنهار من الصدمات يعني، فبس بشبهها بالبارت السنتمنتال تبعها أكتر، بس إيه يعني هيك حنونة مثلها إذا بدك. ما نختلف مع الحنية. خلينا ننتقل لمسلسل أولاد آدم واللي كانت فيه إشادة كبيرة لدورك فيه، ولكن بنفس الوقت يعني عمل كثير جدل بسبب مشهد الانتحار، كيف تلقيتي ردود الأفعال المختلفة على هذا الدور؟ مسلسل أولاد آدم بالنسبة لي كان الانطلاقة الفعلية لمسيرتي الفنية، بحبه كثير لهالمسلسل. مشهد الانتحار كان صعب علي نفسيا وجسديا وعلى العالم يعني، انا ردود الافعال اللي كانت من الناس، انا ثلاث ايام ما نمت، تليفوني ما هدي، العالم ما صدقت انه لا رح ترجع تعيشي، فمشهد الانتحار بفتكر كان كتير صعب وكتير يمكن مأذي بمحل معين، ولكن كان ضروري نعمله لأنه نحن كنا عم نجرب نفرجي الإكستريم سيناريو لهيك حالات شو بيصير مع البنات، فبفتكر يعني كان ضروري أنه ينحط هيك مشهد. كان بالفعل كان ضروري، وكان دورك نور يعني كان دور الصراحة كتير أثر عند العالم. بدنا تقولي لنا بثلاث جمل وصفي لنا فيها الشغل مع ماكسيم خليل، وكمان دي كمان توصفي لي بثلاث جمل الشغل مع دانييلا رحمة. مع ماكسيم خليل بقلك أنه الشغل متعة يعني، كان كأنه في مخرجين على الست لما كنت عم صور أولاد آدم، كان في أستاذ اللايت حجو وكان في ماكسيم خليل. نحن لما عملت الكاستينج أنا ماكسيم كان على الكاست لأنه كان بده يشوف مين الصبية اللي بدها تلعب معه الدور يعني، هو الدور حصرا كان مع ماكسيم خليل يعني، أنا ما كان عندي مشاهد غير يمكن مع ماكسيم وأنا السيارة، فكان بده يقول أوكي هو والمخرج، كان كثير حلو الشغل معه أكيد وبوجه له تحية كثير كبيرة.
أما مع دانييلا فكان الشغل أكثر رايح لبارت عاطفة، يعني نحن حسينا دانييلا بعدها ما صارت أم، فحست بالأمومة لما عملنا مشاهدنا بأول جزء. كفينا على تاني جزء، كنا كتير محمسين إنه نصور تاني جزء لأنه خلص إحنا صار في علاقة بيناتنا كتير حلوة. لما نكون عم نصور مشاهد دائما تكون مشاهدنا حساسة، دائما يكون فيها بكي، يكون فيها أحاسيس كتير عالية. فكان الشغل معها كتير حلو، كان الشغل معها كمان يعني هيك حساس، يعني بدك تاخدي وقتك بالمشهد، بدك تحسي بكل لحظة. كنا كتير ننبسط صراحة. دانييلا is amazing، كتير حلوة روحها على السنت، هي مرحة كتير وبحبها كتير على الصعيد الشخصي كمان أكيد. واحنا نوجه لها تحية أكيد، تحية لدانييلا وكمان تحية لمكسيم أكيد. هل في أعمال جديدة قاعد تحضرين لها حاليا؟ هلا نحن ان شاء الله عم نحضر لمسلسل بنفوت فيه اخر هيدا الشهر، مسلسل جديد كثير، هو يمكن تكمله لجزء ثاني من مسلسل اوريدي انعرض، هيدا هيك هيت يعني ما قلتها لحدا. فرح كون انا شخصيه جديده على المسلسل، شخصيه عن جد ما بتشبه اللي عملتهم قبل، وايم سو اكسايتد، بس هلا ما قادره احكي كثير، بس رح تحبوا اي ثينك، واكيد رح اخبركم اول شيء. ريان بدي أتشكرك على وجودك معنا اليوم، وإن شاء الله بشوفك بس تجي على دبي عن قريب. Thank you so much. شكراً لكم، وأنا كتير انبسطت أنه حكينا، وإن شاء الله next time بنكون قاعدين live. Thank you so much. إن شاء الله. إن شاء الله.